النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر تحديثات وتوقعات الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة. ازداد هبوب الرياح الشرقية الباردة على المملكة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل إضافي مع ساعات نهار هذا اليوم الاثنين، وتتوقع أن تبلغ ذروتها هذه الرياح الشرقية يوم غدا الثلاثاء، مع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لا سيما الصغرى منها مع ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر. إذا نلاحظ معكم برودة كبيرة في الأجواء متوقعة خلال هذا الأسبوع بالتحديد خلال اليومين القادمين، وتبلغ ذروتها هذه البرودة يوم غدا الثلاثاء بمشيئة الله الصغرى تقارب الصفر المئوي في العديد من مناطق المملكة، نخص بالذكر مناطق البادية، مناطق السهول الشرقية، مناطق مثلا معينة في المملكة مثل شرق العاصمة عمان، الزرقاء، مادبة، كذلك حال المفرق، بعض مناطق معان. هذه المناطق متوقع أن تقترب فيها الصغرى من حاجز الصفر المئوي، وتبلغ كذلك الحال الصغرى الملموسة في مناطق عدة في المملكة حاجز الصفر المئوي مثل المرتفعات الجبلية العالية التي لا تقل فيها الصغرى إلا حاجز الصفر، في حين تكون سرعة الرياح فيها كبيرة وبالتالي الإحساس بالبرودة يكون حول الصفر المئوي بمشيئة الله. استمرار نشاط الرياح الشرقية خلال الفترة القادمة، ولو أن سرعتها ستتراجع قليلا خلال الأيام القادمة مقارنة بيوم الأحد الأمس ويوم اليوم الاثنين في الوضع بشكل عام. التوقعات الخاصة بالليلة القادمة في العاصمة عمان 7 درجات مئوية هي الدرجة المتوقعة في عموم مناطق العاصمة، تكون أقل من ذلك صوب الأجزاء الجنوبية والشرقية من العاصمة عمان، تقل عن حاجز 4 أو 3 درجات حتى مئوية. توقعات بنشاط الرياح السطحية بشكل لافت كما تحدثنا، لكن تتراجع سرعة الرياح تدريجيا في الأيام القادمة مقارنة بالأمس الأحد واليوم الاثنين. نلاحظ معكم مثلا أن درجة حرارة الصغرى المتوقعة هنا 7 درجات، في حين أن الملموسة هي فقط 2 درجة مئوية، وذلك بفعل نشاط الرياح الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرودة. التوقعات خلال الأيام القادمة نلاحظ معكم هنالك ارتفاع الأربعاء الخميس على درجات حرارة العظمى، لكن مع بقاء درجات حرارة الصغرى منخفضة وأقل من ذلك حتى في الأجزاء الشرقية والجنوبية من العاصمة عمان والتي تتبع مناطق السهول، وبالتالي توقعات بانخفاض درجات حرارة الصغرى خلال ساعات الليالي القادمة بشكل إضافي مقارنة بالليالي الماضية، وزيادة في الإحساس بالبرودة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح بمشيئة الله. كان كل ذلك حتى اللحظة. اللقاء.